와. 네. وضعي كان قبل تي ار دبليو يمكن شفتني كابتن شلون كنت فيه اتحرك بيت والدوام واكل وكسل قبلها تي ار دبليو. تي ار دبليو عرفت عن طريق الانستغرام شفت انت مسويين اسبوع تجربه فكنت خل اجرب اسبوع جربت يمكن ما كملت الاسبوع اقل من اسبوع كنت 3 أيام أو 4 أيام واشتركت على طول بعد من اللي شفته. طبعاً كنت أول شيء أول ما جيت كنت متخيل شيء بس شفت شيء ثاني للأمانة يعني ماي مجاملة تي اف دبليو يعتبر من أفضل الأندية اللي اشتركت معها. تحفيز قوة التمارين استفادة يعني 45 دقيقة أو الساعة اللي تطلع منها مستفيد منها 100%. من أفضل المدربين اللي تعاملت معهم يساعدون الواحد يحفزون الواحد ينصحون الواحد سواء كنت ما تعرف التمرين راح تعرفه اللي ما يعرف مستحيل ما راح يطلع إلا يعرف. بنزل أول شيء الوزن الدهون اللي عندي طبعا بعدين خطة الجاية إن شاء الله من أول السنة زيادة العضل عندي. على فكرة أنا حطيت لي أول هدف أول ما دشيت النادي اني انزل وزن بس لو اقول لك الهدف اللي حطيته وراسي عشان اوصل على الاقل اقل منه يمكن تضحك. حطيت اني اوصل مستوى كنت مستوى كوتش ابراهيم وفهد. اي نعم.